الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللهم رب الدعوة والصلاة والقيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إخوتنا وأحبتنا في الله سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته إضاءات قرآنية حول الضلال والإضلال والاستدراج في محاولة لفهم جزء من الواقع المعاصر سبب هذه الخطبة اطلاعي نقاشي حواري جلوسي استماعي مع فئة من الناس غلب فيها على ظني أن هناك فئة من طيبي المسلمين قد يضللوا بسوء الفهم من مثل قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا معنى جميل رائع جدا نكمل الآية ويضل الله الظالمين الذي عنده علم ويفهم السياقات القرآنية والسياقات العقدية لا مشكلة عنده في الآية لكن إن سمعها شخص دون تمكن من السياقات العقدية والعلمية يضل الله الظالمين شيخ هؤلاء تم إضلالهم نص حرفية نص الآية تقول أن الله يضل صح يا شيخ ولا مش صح
قال له صح، يعني احنا بنلوم الظالمين ليش؟ هو ربنا اللي أضلهم. هذا الفهم السطحي البسيط، والذي قد يرقى إلى أن يكون سقيما عقيما، وقد يرقى إلى أن يتسبب في ردة فعل جاهلة، بل قد يدفع بلحظة من اللحظات إلى موقف معادي للعقيدة الإسلامية، بل وقد يصل إلى الخيانة. لكن أصله سوء فهم. يضل الله الظالمين. تفضل يا دكتور. لذلك أقف بين يديكم يا أحبة في محاولة لفهم ما نسميه نحن روح النص والسياق القرآني. دعونا نفهم القرآن. القرآن كتاب متكامل، لا يجوز لأحد أن يأخذ آية مقتطعة مثلها عشرات بل مئات الآيات التي تتحدث عن موضوع. فهناك شيء تقول مفهوم أو مفاهيم، والمفاهيم لا تؤخذ من آية مقطوعة من نصها. لذلك في جولة لحوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة دعونا نفهم ما أسميته إضاءات حول مفهوم الضلال والإضلال. هل يضل الله أناسا؟ نعم. كيف يا شيخ؟ نعم، هناك من يستحق الإضلال تماما. بوز. هل هناك بالواقع والعقل والمنطق والشرع عند كل ذي عقل سليم من يستحق العقوبة؟ الجواب نعم. طب كيف يستحق شخص العقوبة؟ العقوبة هي نتيجة نهائية سبقها سلسلة طويلة من التوضيحات والقوانين والتنبيهات والتحذيرات والتذكيرات والمسامحات والعفو، فأصر 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 فعوقب. يعني من يسأل، لو أردت أن أختصر الخطبة كلها بكلمة، من يسأل كيف يجوز أن يضل الله شخصا، أقول أجبني عن كيف يجوز أن يعاقب الله شخصا. هل يجوز؟ طبعا. ولماذا يعاقب الله؟ لأن هناك من استحق العقوبة. كيف يستحق شخص ما العقوبة؟ يكون قد ارتكب سلسلة من الآثام بوقاحة وعلم وإدراك وفهم مسبق وإعطائه عشرات الفرص فرفض فيعاقب. أين مشكلة في ذلك؟ فول ستوب بيريود، انتهت الموضوع. هذه خلاصة جلساتنا. لكن أنا الآن دوري أن آتي بالأدلة ليس فقط بالفكرة. فالآن نتسلسل بشكل سريع جدا حتى تتكامل الصورة إن شاء الله عندنا، ونكون واثقين حينما نتحدث خاصة في الواقع المعاصر. نحن نرى ظلما عجيبا، نرى أناس يرون الحق واضحا ومع ذلك يسيرون بطريقة عجيبة نحو الظلم. هؤلاء أضلهم الله. بس تفهم كيف وصلوا إلى مرحلة الإضلال. رسائل سريعة جدا، كثير منها كنت وإخواني في هذا المسجد قد شرحناها، لكن هذه أذكر بها حتى أصل مرحلة الإضلال. الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا وفر الهداية لكل أحد، ونسميها هداية الإرشاد. ما من أحد، ولا أقصد عربا ولا مسلمين، أحد أي بشر، إلا وسهلت لهم الهداية، ونسميها هداية إرشاد. بمعنى الله يرشد كل أحد عبر وسائل، من ضمن الوسائل القرآن كله. القرآن كله هداية إرشاد، أي يرشد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكم من شخص دخل إلى الإسلام بسبب فهمه لبضع أو آية واحدة في القرآن فعلم منها. كذلك ريتشارد فارلي الذي تحدثت عنه ربما أكثر من 50 مرة في هذا المسجد، من خلفية وعرقية ودين لا علاقة له بالإسلام، بريطاني ضابط في الشرطة، فلما قرأ قول الله تعالى، وتخصصه كان في الفيزياء والجيولوجي، فلما قرأ قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال هذا درسناه فيما يسمى نظرية الانفجار الكبير البيج بانك ثيوري. ثم قرأ قوله تعالى باللغة الإنجليزية طبعا، ولا يعرف شيئا لا عن العربي ولا عن المسلمين ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، قال فقط 100 سنة ريتشارد هابل في تلسكوبه
اكتشفنا أن الكون يتسع. كيف ذكر هذا القرآن أن السماء تتسع؟ من كان يعرف هذا على كوكب الأرض؟ لا أحد. ثم جاء إلى قول الله تعالى وجعلنا الأرض مهادة والجبال أوتادا. قال أنت تخصص في الجيولوجي والفيزياء. قال فقط في الستينات اكتشفنا أنك بمقطع عرضي للجبال تكتشف أن غالبية الجبال واقعة تحت سطح الأرض وجزء بسيط منها وهي سبب تثبيت الأرض من طبقة اللافا وهي الصخور المنصهرة. هذا ما نسميه الآن طبقة أرض وكذا عبر عنه القرآن بكلمة أوتادة، معظم الوتد في داخل الأرض ونستخدمها للخيم. فهو فأطلق عبارته طبعا باللغة الإنجليزية اسمه ريتشارد فارلي، فقال فوصلت إلى نتيجة أن هذا القرآن محال بكلماته. قال I came to the conclusion that this book is impossible to be but from a divine being. قال وصلت نتيجة هذا كتاب مستحيل أن يكون من مصدر إلا من مصدر إلهي. هذا أسميه هداية إرشاد. الله يرشد عبر القرآن البشر، عبر السنة البشر، عبر الفطرة البشر جميعا. إحساسك إدراكك للحق والباطل والخطأ والصح والريزنينج والمفهوم والسبب والمسبب كل بلت إن حج علي وعليك الله يخلقها. هذه كل هدايات إرشاد مثل اللوحات الإرشادية. أنا أزعم أني أريد السعادة وأريد الطمأنينة، جاءتني لوحات إرشادية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء. آيات آيات آيات، خطاب كله هدايات إرشاد. بمعنى تريد الطريق يمين، حرم عليك الربا، استخدم عقلك، الربا امتصاص لدماء البشر. حرم عليك الزنا، حتى الذي يزني يكره أن تزني زوجته، حتى الذي يرتكب الفواحش يموت سم موته إذا علم أن أخته أو ابنته أو أمه فقط تدخل لموقع إباحي تشاهد، لا تمارس فقط تشاهد، لأن الفطرة تحكم. هذه كله هدايات إرشاد للبشر جميعا. من اتبع هدايات الإرشاد يوفق، كمن درس للامتحان واتبع تعليمات المدرسة ينجح. هذا تحدثنا عنه، أنا متجاوز له الآن. اليوم حديثي عن الضلال والإضلال. فحينما الله سبحانه وتعالى يوجه ويقول افعل، احذر، إياك، كن، لا تفعل، من يتبع يوفق، يرقى، يقبل، يسامح، يغفر، يعفو، جنة. طيب بعيد عنكو بعيد عنكو الوقح، بعيد عنكو قليل الحياة، بعيد عنكو المتكبر، هذا إله مسلك آخر. طب مين أجبره؟ لا أحد، هو قرر. أنت قررت أن تتبع اللوحات الإرشادية فوصلت. طب هو رفض، نعمل له إيه؟ في قانون آخر اسمه قانون الإضلال، كما في قانون توفيق لمن اتبع في قانون إضلال. الآن نسمع رسالات من رب الكون الذي نتعبده بفهمنا لكتابه، كيف يضل الله الظالمين. فكرة سريعة جدا، انتقيت انتقاءات واحدة منها. طبعا في التحضير الآن نسيت أن أذكر، كان من ضمن حينما تحدثنا عن موضوع الهداية والإرشاد والوضوح، وتحدثنا في خطبة سابقة كما إن كنتم تذكرون، أن الله سبحانه وتعالى قسم البشر إلى قسمين، مؤمن وكافر، والكافر الرافض، ومن الكافرين ركز على المنافقين اللي هم مختبئين. وحكينا أول 20 آية في سورة البقرة، 5 مؤمنين، 15 كافرين، 13 منهم للمنافقين، وآيتين للكافرين كفرا بواحا. فقلنا خلينا نتجاوز في مؤمن وفي كافر شئت أم أبيت، هي هيك الواقع. طب معقول يكون شايف الحق عيانا ويرفضه؟ نعم، وقلناها 100 مرة، إبليس أولم يعلم أنه حق عيانا؟ والله يعلم. أبو جهل لم كان يعلم؟ طبعا. مذيعة السي إن إن ما كانت تعلم؟ لما كانت له بتقول له is that okay is that okay 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 act as if the rocket beyond، بترتب الفيلم معها، هاي تعلم ولا لا تعلم؟ تعلم أم لا تعلم؟ قال تعلم، قال طبعا تعلم، عشان نفهم مفهوم الإيمان والكفر.
أو النفاق اللي هو الرفض. نتحدث عن الإضلال أنا الآن، بس بدنا نكون متأكدين إنه في مؤمن وفي كافر، مش بخاطره بخاطرك، صاحبه قرر ومصر ويعلم. نعم، بس أين رحمة الله؟ لا تنظر لرحمة الله فقط، انظر إلى مكانة الله الذي اعتدي عليها من الوقح. كما نقول في العالم الغربي، طب ليش ما في عقوبة الإعدام؟ very tough very harsh. ماشي يا سيدي مشيناها. طب بس عفوا سؤال، يعني أنا كجاهل، how tough and harsh المسكين 100,000 اللي بالحارة اللي صار فيهم السرقة أو القتل ما بيناموش الليل بسبب خوفهم من لحظة اعتداء لسارق، وهو بسرق اضطر يدافع عن نفسه أو اغتصب مرته أو قتل ابنه وهو بسرق والقانون غير رادع، هذولا وين يصنفوا؟ البشر مهما فعلوا لن ينصفوا، مهما فعلوا، مهما زعموا أنهم ارتقوا، اللي بوصل للسلطة بحط قوانين الدافع عن مصالحه. لذلك لاحظوا في كل العالم الذي يسمى متحضرا، كل القوانين محطوطة بطريقة تتعامل مع اللص برحمة. طب حذر فزر ليه؟ يمكن لأنهم بسرقوش، يمكن لأنه أصحاب السلطة مش حرامية، يمكن، ممكن نحطط القوانين لرحمة اللصوص لأن المسؤولين غالبا لا يسرقون. أجب بنعم أم لا؟ ما هو هكا البشر، هاي البشر. لذلك لابد من قانون من رب البشر. أنا الذي أتفلسف عليكم الآن، لو أعطيت سلطة بفطرتي سأبحث عن تشريع أحمي فيه عائلتي وأولادي وبناتي وأقربائي، وإن كنت من عرق هذا بالفطرة. لذلك لابد من التدخل الإلهي، وهذا واقع أثبتته التجربة. نرجع، معقول يكون فاهم؟ آه طبعا معقول، معقول حك... نعم طبعا معقول. إبليس مثالا، أبو جهل مثالا، بيرس مورغان قدس الله سره يعني مش عارف أشهر مثال ممكن أذكر الآن، عينك عينك، ومثله عشرات ومئات وآلاف. طيب نيجي ل وأنا أحضر أيضا، تذكرت على موضوع يعلم ولا لا يعلم قبل ما ندخل بالإضلال. تذكرت جيلي أنا في طفولتي وبداية مراهقتي، كنا نسمع عن قصص التعذيب في مصر على يد عبد الناصر والسادات. وقعد يحكي عن تجربته، فنحن في الأردن كنا نسمع ودرسنا على يد من رأى وشهد وعذب كمثال. وكنا نعلم، لكن ما كان في سوشيال ميديا تفضح، كنا نقرأ أو نجلس مع من عذب بأنه النظام الأمني أيام عبد الناصر إذا أراد أن يلم جماعة اللحى أبسطها، عميل مخابرات يذهب إلى كنيسة قبطية، بوم، مين اللي بنلم؟ أصحاب اللحى. السؤال الذي أخذ القرار بوضع القنبلة، يعلم أم لا يعلم أن المسلمين لم يفعلوها؟ طيب الذي وضعها بيده، يعلم أم لا يعلم؟ الذي شحط وسحب وسحل وعذب، يعلم أم لا يعلم؟ كلهم يعلمون. ففكرة لما أحكي عن الإضلال بنفهم من تم إضلاله لا يضل لأنه لا يعلم، لا يدري، لا يدري. لا 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 لا، خذ هؤلاء مثالا. كل داعم لحاكم ظالم في العالم الإسلامي يعلم يقينا، لأنه جزء من المعادلة أصلا، هو الذي صمم الكذبة، هو الذي خطط لها، هو الذي وضع. يعني هذا لا تستطيع أن تقول لعله ظنه، لا، هو اللي عاملها، ما فيها لعله ظنه، it's not applicable NA. هو هؤلاء بالملايين، ما بتحدث عن عشرات. فبالتالي طب هذول كيف أنا نضلهم؟ نشوف ربنا سبحانه وتعالى شو بيحكي عن الإضلال. أنا أعطيتكم تمهيد، قبيلة رفضة، طب ليش ربنا بيضله؟ مثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ربنا أعطى مثل،
الذين آمنوا أخذوا قرار بالإيمان بآمنوا، أما الذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرة. ها شفت يا شيخ هي ربنا بيضل، كمل افهم السبب. وما يضل به إلا الفاسقين. هو قبل أن يصل إلى مرحلة أن الله أقام بإضلاله هو أصلا فاسق، هو قرر أن يخرج على الخط، هو أصلا عاصي معتدي فاستحق أي يضل. طيب لاحظ ربنا سبحانه وتعالى شو يقول، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. من اتبع لا يضل، عم يعطيك شروط ولا يشقى. طيب يا ربنا بعدين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أعطاك تفسير ليش تم إضلاله. قال كذلك أتتك آياتنا، أتتك لك حظ، أتتك آياتنا علاماتنا، والآية تستخدم للآية القرآنية وتستخدم للإشارة والدلالة والعلامة والرسالة بنفس المعنى كله، إحساس شعور فطرة قصة اللي بدك إياه، موقف حدث عبرة، كلها آيات. أتت كآياتنا فإيش فنسيتها. طبعا النسيان هنا بمعنى التطنيش، تماما زي ما أقول بلغتنا العامية، يا رجل في عندي التزام عند فلان، انسى يا رجل مين سائل، انسى تفهك انسى، هذه معنى فنسيتها. مش النسيان بمعنى الغياب عن الذهن لا 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 لا، النسيان بمعنى التطنيش. كذلك أتتك، ولاحظ مش آيتنا وإنما فطنشتها وكذلك اليوم تنسى. فلما تم إضلاله ثم نسيانه هذا مر ببروسس طويل، أتتك آياتنا بوم 1 2 3 4 5 6. أساس الذين يأخذون قرارا الآن بالذبح والقتل ويقول لك إحنا ما عندناش أي دليل على أنه الأطفال، ممتاز هو ما عنده أي دليل. بنفس اللحظة اللي شايف الناس بتتقطع، لو زوجته اتصلت فيه قالت له الحق يا باشا ابنك انجرح بحادث سيارة واحتمال تكون رجله مكسورة، احتمال ينجلط من الخوف والرعب. هو يدرك ما معنى الضنى، يدرك ما معنى الجرح والدم، يدرك ما معنى الخوف أن يصاب أحد عزيز عليك بهذا، يدرك. هو بتطلع والله there is no evidence. طب شو رأيك اللي دعس ابنك بالسيارة والكاميرا مصورته وسحل ابنك، there is no evidence انه دعسه. بتروح المحكمة بتفتح تمك هيك صح؟ طيب شو رأيك 50,000 دليل، no there is no evidence. اوكي مشان هيك في يوم قيامة يا أحبة، مشان هيك من عظيم حكمة الله وجبروت الله وأحقية وجود الله خلق جهنم. والله قد أكررها للمرة الألف منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي، أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، بدت أكرر العبارة التالية كنوع من التسبيح، بدت مقتنعا بعظيم حكمة الله في خلق جهنم، أن هناك فئات من الناس نحن نعلم نظريا لكن أنت شفت ظلم. يعني من يرى ما فعله نظام الأسد في السوريين بدلا من حماة، كثير منكم لا يعرف شيئا عن حماة، أنتم سمعتم الآن، من يعرف عن حماة 79 و80 و81؟ من يعرف عن الإنزال المظلي لقوات سرايا الدفاع لخلق حملة خلع الحجاب في دمشق 79 80؟ تعرفوا دمشق، دمشق العروبة، دمشق السنة، دمشق الإسلام، أخو حافظ الأسد يوما ما أنزل إنزالا مظليا الهدف خلع الحجاب من رأس السوريات الشاميات المسلمات، مين بيعرف فيها أصلا؟ ما في سوشيال ميديا. تخيل من يعرف انه منذ احداث حماة اللي اقل التقديرات في القتل 30,000 اعلاها 70,000 اوسطها 50,000، بعد احداث حماة لحوالي 20 سنة وجبتي اعدام كل سبت واربعاء في سجن تدمر، وطريقة الاعدام بيفتحوا باب السجن بيخلوا المساجين يأملون بانهم
يجعلون المساجين يعتقدون أن هناك مجالا للهرب، يفتحون أبواب السجن وهو في وسط الصحراء، يخرج المساجين أملا في أن ينجوا ويصطادونهم كالأرانب، الهدف يكون تسلية القتل. ما صورتها لا سوشيال ميديا ولا حدا بيعرف فيها إلا أصحابها طبعا إلا أصحابها، أبناء هؤلاء وأبناء أبنائهم الآن يعيشون بيننا. على كل حال، فأنا بقول عظيم حكمة الله في خلق جهنم بدنا نعرفها. طيب، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولقد جاءكم في سياق آخر يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف متجاوز مرتاب. كل شيء مشكك فيه، مش عاجبه شيء، لا عاجبه حجاب ولا عاجبه صلاة ولا عاجبه حرمة ربا ولا عاجبه، كل شيء مرتاب. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. طب مش بدك أي مادية؟ ربنا عم بيقول لمحمد لو فتحنا لهم السماء وعملنا لهم درج الكترو اللي بدك إياه بيطلع في السماء، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقح لا يريد، نقطة. شو بدك أكثر من الدليل؟ حتى لو عملت جبت له دليل مادي يلا يعجبنا أنهار من ذهب وسوين لنا مكة وكذا إلى آخره، أنا إنما أنا رسول أنا ما كذا. وربنا عم بيقول له لا تضيع وقتك معهم، لو فتحنا السماء وطيرناهم جوا السماء لقالوا إنما سكرات أبصارنا. هناك من لا يريد، يعني هناك من يريد دخول جهنم، عليك أن تعلم هذا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء. طيب كمل، ويهدي إليه من أناب. طب واللي رفض الإنابة متكبر مثل إبليس لا يريد. باختصار ربنا بضله يذكره يقول له ارجع لي بديش. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هون شو قال؟ مسرف مرتاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتلوا من رحمة الله يغفر الذنوب. طب خلاص انتهى؟ لا، وأنيبوا في قرار أنيبوا. طيب الرئيس فلاني ما بده ينيب، أنا شو أعمل له؟ إيش أسوي له أنا؟ إيش أعمل؟ شو أسوي؟ مدير المخابرات في البلد الفلاني عم بيعاد بدوش لا يريد الإنابة. روح اقرأ حمزة بسيوني في مصر. حمزة بسيوني كان مشهور عنه من شدة ما كان يعذب الناس في سجون المصرية قبل حوالي 40-50 عاما، من كثر التعذيب الناس تحت التعذيب كانوا يصيحون يا الله يا الله، كان يقول فين هو ربنا بتاعكم هذا؟ جيبوا لي ربكم بتاعكم ذا، حطوا في الزنزانة 14 بكل وقاحة، وشهد عليها إلى حد التواتر هذه. طبعا تكبر. روح لمستر جوجل واسأله كيف مات على طريق الإسكندرية شاحنة الأسياخ. فاللي ما بيخاف من ربنا فيه العقوبة إضلال. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، مثال آخر على هؤلاء، قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني فاهمين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. أخذوا قرار، ما حدا بيشتري وبيعطي ثمن وهو هيك مغمض سكران مش فاهم، لا 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 لا، أخذ قرار اشترى وباع. هذا الذي قبل أن تأتي وقحة ملحدة ترقص وتكفر قرب أقدس مكان عند المسلمين، هو هيك يعني؟ لا لا لا، هذا بقرار اشترى وباع. في وراء الكواليس اتفاقات، ولكن إذا اشتروا الضلالة بالهدى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بمن فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربك. كلها أدلة 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 فقط على موضوع إياك أن يضحك عليك وتعتقد لما تسمع يضل الله أن الله ظالم، فقط هذا الذي يريده منك. الله لا يظلم مثقال ذرة. من أضله الله وسار في طريق الإضلال ثم قصمه وهو في أعلى موقع اللي هو بقانون الاستدراج الذي سأقرأه الآن في الخطبة الثانية بشكل سريع، ما وصل إلا هذا إلا وهو مستحق تماما. المثال الذي قلته في البداية، ما هو المثال؟ هل يعاقب الله؟ طبعا. ليش؟
من استحق العقوبة؟ كيف أستحق العقوبة؟ الجواب عندكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. واحدة من أخطر وأخوف مراحل الإضلال مرحلة الاستدراج، أختم بها بقراءة الآيات بشكل سريع جدا. بعض الناس بعد الإضلال يستدرج لعقوبة خاصة يشهدها الجميع، مثل قارون. قارون مش فقط عاصي، قارون كان من قوم موسى، يعني من المؤمنين المستضعفين المستعبدين، وأتاه الله بلغتنا فأصبح ملتي بليونير، ومع ذلك وقف مع مين؟ مع الظالم القاتل الذي يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، زائد تكبر، زائد خرج على قومه في زائد نهاية، فخسف أمام الناس، خسفنا به وبداره الأرض. درس لكل الناس. فأصبح الذين تمنوا مكان هذا ما مات ببيته هيك بس، قال إيه والله مات أول أسبوع الماضي، لا 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 لا، أمام الناس الأرض بتفتح بتبلعه. قانون خاص بالاستدراج. ما هو القانون؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قانون الله يرسل البأس والشدة حتى أنا وأنت نتضرع، نرجع، نكسر غلواء وتكبر أنفسنا. فلولا هلا يا ليتهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن النتيجة قست قلوبهم بسبب رفضهم. فنتيجة رفض التضرع عند البأس قسوة القلب. طيب كمل. بعد ما أنا أخذت قرار برفض التضرع عند الشدة فقسى قلبي، بيجي مستر إبليس بيدخل على الخط. يعني كلمة يا زلمة الله يلعن الشيطان، لا 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 لا، القرار عندي. الشيطان يأتي نيكست. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان بيجي بيقول لك ممتاز، أيوة أسحق تسكت لحدا، هذول بينزلوا بالشوارع أسحلهم، لأن هذول ضد عقيدة التوحيد. أسحق ما بسيريس بتعرف بلد التوحيد لازم حسعل ممنوع، بزين له الشيطان بعد ما هو اوريدي تسكر واخذ القرارات وعمل. قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. القانون فلما نسوا، بنفس المعنى طنشوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهنا المفاجأة التي لا يعلمها كثير من المسلمين، من قضي بأن يقصم على العلن يفتح عليه الأبواب. وات؟ نعم فتحنا، مش كلامي هذا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، صحة، سياسة، علاقات، واسطة، فلوس، مكانة، برستيج، سيطرة، إعلام، مشهور، فوق 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 فوق. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا، الفرح بالمصطلح القرآني التكبر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا تكبروا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله. هذا هو القانون. إبليس قارون مثال، القذافي مثال، ألف كتاب الأخضر وذبح وعذب وسوى، طلعوا من المجاري. لا إله إلا الله، استاهل. مليون حافظ للقرآن في ليبيا، خمس الشعب الليبي كانوا مضطهدين يعذبون، بالمجاري أخذوا ناهم بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فعلا الحمد لله رب العالمين، لولا أن الله موجود وأنه خلق جهنم، أنا شخصيا كان انجلطت 100 مرة في اليوم، وربما انتحرت منذ سنوات بعيدة. لكن إيش؟ وما عند الله خير للأبرار. ولا تحسبن الذين، ولا تقولوا لمن يقتل، قواعد معروفة، وهذا الذي يصبرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المؤمنين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا سرها وجهرها، علانيتها، دقها وجلها، ما تعلم منه يا الله وما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم يا الله، وتقبل شهداءهم،
واغفر لهم وتجاوز عنهم. اللهم داوي مرضاهم واشف جرحاهم وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.